بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قوله رضي الله تعالى عنه في شرح السنوسية الكبرى لحاشية العلامة الشيخ إسماعيل الحامدي رحمه الله تعالى، رفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأموات. ثم اختلف القائلون بإفادته. يعني الأول في المسألة السابقة اتكلم عن الايه، عن القائلين بإفادة النظر وعدم إفادته، يعني من قالوا بأن النظر لا يفيد العلم مطلقا هم مين؟ الثمانين. ومن قالوا بأنه يفيد العلم في الإلهيات فقط هم مين؟ ورد على إيه؟ عليهما معا، ثم إيه؟ رد على ما احتج به المهندسون من أن الحكم على الشيء فرع تصوره، وحقيقة الإله يستحيل تصورها، فلا يدرك بالنظر الحكم عليها. ليه؟ لأن الحكم فرع، وإذا كان لا يدرك الأصل فكيف يدرك ما ترتب عليه؟ يعني حقيقة الإله غير متصورة، وعشان نحكم عليها لازم إيه؟ يكون هذا الحكم فرع عن إيه؟ عن تصورها، وهي لا تتصور. فإذا لا يدرك بالنظر الحكم عليها، لأن الحكم على شيء فرع عن إيه؟ ولهم احتجاج آخر بأن أقرب الأشياء، ده الاحتجاج الثاني، أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته. يقول هي إيه الفرق بين الهوية وبين الإيه؟ الماهية وبين الحقيقة؟ الشيء إيه؟ باعتبار تشخصه أو تعينه يسمى هوية، وباعتبار حقيقة يعني باعتبار ما به هو فهذا يسمى ماهية. بقطع النظر عنهما يسمى الأول باعتبار تشخصه وتعينه ده هوية، باعتبار تحققه يعني وجوده في الخارج أو في الأعيان يسمى حقيقة، بقطع النظر عنهما يسمى ماهية. يعني الماهية اللي هي ما به الشيء هو خلاص نسبة إلى ما. ولذلك لا يقال، يعني إن اعتبرت الماهية بقيد التحقق سميت ذاتا وحقيقة، إذا اعتبرت بقيد التحقق يعني الوجود الخارجي. ولذلك لا يقال ذات العنقاء، وإنما يقال ماهيته. وإن اعتبرت مع قيد التشخص باسم هوية نسبة إلى هو، والماهية نسبة إلى ما، وتقلب الهمزة هاء وتشدد الياء فتبقى ماهية. واحتج المهندسون على دعواهم بدليلين. الدليل الأول أنه حقيقة الإله يستحيل تصورها، وما كان كذلك فلا تدرك أحكامه بالنظر. الدليل الثاني قالوا، هي مش دليل يعني هي شبهة بس هم بيسموها دليل، قالوا لو كان النظر مفيدا في الإلهيات لما اختلف العقلاء فيما هو أقرب إلى الإنسان اللي هي هوية الإنسان، اختلفوا فيها يعني اختلف العقلاء فيها، هل هي عرض، هل هي جوهر، هل هي جزء لا يتجزأ، هل هي أجزاء سارية، هل هي لطيفة، يعني في اختلافات في الهوية.
وهذه أقرب شيء إلى الإنسان ولم ندركها بالإيه؟ بالنظر، فكيف بما هو أبعد اللي هو البحث في إيه؟ في الغيبيات وفي الذات الإلهية إلى هذه إيه؟ أدلة مين أو حجج مين لخصها في الإيه؟ في الدليلين دول. قال وأما ما احتج به المهندسون إلى آخره، وبأن أقرب الأشياء للاحتجاج الثاني هويته التي يشير إليها في أنا وفيها من كثرة الخلاف ما علم، فما ظنك بأبعدها عن الأوهام؟ فممنوع ده خبر إيه؟ خبر أما، وأما ما احتج به من كذا كذا فهذه الاحتجاجات أو هذان الاحتجاجان ممنوع. معنى المنع يعني أن الشارحة ردهما، رد إيه؟ الاحتجاجين. أما الأول يعني أما رد إيه؟ الاحتجاج الأول الشبهة الأولى، فلأن الحكم إنما يتوقف على أي تصور، يعني تصور من وجه، صحيح حقيقة الإله لا يمكن تصورها لكن لها تصور من وجه أنها إيه؟ ذات موجودة، ذات لها مطلق الكمالات، ذات منزهة عن إيه؟ عن هذا التصور، تصور ما مش لازم يكون التصور الإيه؟ الكامل، فكأنه أقل أو هدم لهم الاحتجاج اللي هم بيقولوا أنه حقيقة الإله لو كان لا يمكن تصورها أي تصور، يعني ما فيش تصور خالص عدم محض، يبقى هنا كلام مين؟ كلام أهل الهندسة ده صحيح، إنما بيقول لك فيه تصور ما، يعني تصور بوجه، يعني إحنا نتصور يعني إيه؟ تصور يعني نتعقل نفهم، مش نتصور يعني نتخيل، افهم المصطلحات، تصور يعني إيه في المنطق الإدراك، إدراك مفرد إيه؟ تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسن. فيبدأ التصور يعني معناه أننا ندرك أنه إيه موجود وهذا تصور، لكن صحيح ما فيش إيه، وأن ذاته ذات إيه مخالفة لسائر إيه الذوات، يعني هي تتميز عن سائر الذوات بالمخالفة، وإن لم نعلم ما به التميز، يعني نعرف أنها مخالفة لكن بما خالفت هذا إيه غير معلوم لنا. خلاص لما نعرف أنها تتميز عن سائر الذوات بأنها إيه ليس كمثل شيء، لكن بما إيه ما هي الإيه الوجوه التي تميزت أو كان لها بها هذا التميز لا نعقلها. يبقى الحكم يتوقف مش على التصور الكامل وإنما على تصور ما، وهو اللي هو التصور الماء، وهو موجود. خلاص كده ما دام اثبتنا الوجود، اثبتنا انه مخالف، واثبتنا انه له الالوهيه، نبني على ذلك التصور احكاما، وتدرك هذه الاحكام بالنظر لا على كمال التصور الذي ايه ظنه او فهمه مين؟ المهندس. واما الثاني اللي هو ايه بأنه أقرب الإنسان، أقرب الأشياء إلى الإنسان هويته لا يشير إليها بأنا، ومن كثرة الخلاف يعني معناه الإنسان مش مستطيع يصل إلى إيه فهم حقيقة ذاته. قال والله الدليل الثاني ذا اللي احتاج به ذا لا ينتج الامتناع إنما ينتج العسر، يعني انه امر صعب وعسير، انما لا ينتج ان هذا مستحيل تصور حقيقة الانسان. ويسألونك عن الروح اقول الروح من امره، لكن هل قالوا باستحالة ادراكها؟ لا، ده قالوا صعب لكثرة الخلاف في المراد منها. يبقى اذا الدليل الثاني لا يؤدي الى ايه؟ لا يؤدي إلى المنع وإنما يؤدي إلى العسر، وهذا اللي هو إيه كونه عسير هذا مسلم. ليه ضب مسلم؟ لماذا نسلمه؟ قالوا لأن النظر إيه
صعب صعب على غير أهله. ولهذا كان أهل الحق في غاية الكلة. خلاص كده. وبعدين كونه عسير من وجه آخر إنه الوهم يلابس ليه العقل، يكون الإنسان يميز أو يفصل بينهما أمر إيه؟ أمر عسير يعني صعب، لكنه ممكن. وطالما هو صعب النفس دائما لو كان إنسان عنده همة وإرادة يتعلق بالحاجات الصعبة أو يكشف الحاجات اللي محدش أو تطرق الأبواب اللي في العلم اللي محدش طرقها، إنما الشيء المكرر خلاص الناس ملت منه. فإذا الصعب ده الإنسان بيحاول، لو كان على يقين إنه مش حيصل إلى شيء عمره ما يحاول، فهو يدرك أنه صعب ويتحمل ويتكبد للمشاق ويكون الأمر عسيرا، لكن يقول لك برضه مش حسير وراه لحد ما يجيب قرار إيه الموضوع. وده العلم، إنما تقعد تدور على الحاجات السهلة عمرك ما لازم إيه تتكبد للمشاق وتشوف الأمور الإيه الصعبة. وهذا إيه قلنا موضوع إنه إيه هوية الإنسان كثر فيها الخلاف، وده حاجة قريبة جدا وأنت مش عارف تصل فيها إلى شيء. تعريف حقيقة النفس، تعريف حقيقة الإنسان، فكيف تطمع بما هو وراء ذلك؟ يبقى هذا ايه ينتج ايه لان قلنا في الاول التصور الماء يكفينا انه تصورنا انه هو موجود، وانه الماهية تخالف سائر الممكنات، وان لم يعلم ما به تخالف. ليه؟ احنا عرفنا انه لابد انه تكون الذات الالهية مخالفة للممكنات، لانها لو لم تكن مخالفة لدخلت في جملة الممكنات، والممكنات ضرورة تتوقف على ايه مقتض يخالفها، وإلا لما وجدت ولا ايه ولا قلنا به بالدور وايه والتسلسل. اذا كانت الممكنات كلها بتستند الى ايه الى ممكن، يبقى دخل في جملة الايه الممكنات وهكذا. إنما لا بد أن تستند سلسلة الممكنات إلى إيه مخالف لها، وهو إيه الواجب. ما ينفعش تستند إلى إيه إلى ممكن. خلاص يبقى أثبتنا له وجود، وفي الوقت ذاته يخالف سائر الإيه سائر الموجودات. وأما الثاني فلا ينتج الامتناع بل ينتج إيه العذر، يعني عسير صعب، وهو اللي هو ايه وهو اللي هو العسر مسلم لا شك فيه، اذ الوهم ده التعليل يلابس العقل في مأخذه والباطل يشاكل الحق في مباحثه. ولهذا كان اهل الحق في غاية القلة ومنع ان يخوض، يعني مين المكلف أو من عنده إيه أهلية النظر فيما زاد على الضروري. ليه؟ لأنه لو زاد على الضروري ممكن إيه يدخل في الوهم في الأوهام، وفي هذه الحالة يلتبس عليه الحق بالباطل. إلا لمين؟ لأفراد. الأفراد من الأذكياء دول إيه مش هنخاف عليهم من التباس الشبه بالدليل. يعني مثلا لو انا قلت لواحد اشرت الى ايه الى صورة فرس في الحال، قلت هذا فرس وكل فرس ايه صهال، يبقى هذا صهال. منين جات الايه الشبهة؟ لانه اللي في الصورة اللي في الحال ده صورة وليس ايه وليس حقيقة، ليس فرس حقيقي. وممكن يحدث ايه لبس بين الحق وبين الايه وبين الباطل. بعد ثم اختلف القائل من الحاضر. يلا ما ينفعش تقرأ من تحت الارض، انا عاوز واحد صوته مسموع.
ثم اختلف القائلون بإسناده مبنى كلام مبنى كلام هما بيتكلموا ان النظر ده يفيد العلم بس في غير الايه. اما جماعة اللي هم السمانية منعوا افادته مطلقا العلم، اما افادته الظن فما عندهمش مانع، انما هو لا يفيد العلم. فالعلم عندهم لا طريق له الا الحواس، مش النظر العقلي. ما ليس وراء الحواس ما فيش حاجة اسمها علم، فلا يفيد الايه العلم عندهم لا يأتي الا من طريق الايه الحواس. لما عندنا احنا وسائل المعرفة ممكن تكون الحواس، العقل، ايه الخبر، الايه الصادق، للوسائل الايه الثلاثة. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يلا. ثم اختلف القائلون بإفادته هل العلم بالنفي. يبقى من القائلون بإفادته خلاص وثابت الآن في أهل السنة. ثم اختلف القائلون بإفادته هل العلم بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدليل أم يحصل معه دفعة واحدة أم يحصل معه دفعة وعليه فهل بعلم وعليه على ايه؟ على يعني هل هو ايه يعقب العلم بوجه الدليل؟ يعني شوف كده، اختلف القائلون بعد ما قالوا ان النظر يفيد العلم بالنتيجة، قالوا ايه هل العلم ده اللي هو افاده النظر عقب النتيجة ولا معاها؟ خلاص كده. يبقى إذن هنا القائلون بأن النظر يفيد العلم، خلاص كده العلم بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدليل، يعني بعد المقدمات يأتي العلم بالنتيجة ولا معها، يعني عقب يعني بعد، يعني بعد ما تحضر المقدمتين في الذهن وتدرك الصغرى وتدرك الكبرى وتدرك الحد الايه الوسط، ينتج او ياتي عقب ذلك، يعني عقب ادراك المقدمتين ادراك الايه النتيجه. يبقى هي تعقب ولا في تلازم. طبعا ده مبني على الكلام الايه الاول، هل التلازم عادي او هل التلازم ايه عقلي، هل بتأثير الفاعل المختار، هل علة، الكلام الايه اللي سبق ان قلنا. يعني مثلا اذا كوننا او احضرنا مقدمتين زي الصغرى العالم حادث وكل حادث له صانع، ده مقدمة صغرى ومقدمة، فمجموع المقدمتين عند المناطق هو الدليل. خلاص مجموع الايه المقدمتين هو الدليل. اما المتكلمون فعندهم الدليل ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كالعالم في هذا المثال. والدلالة هي كون العالم إذا نظر فيه أدى إلى المطلوب، ووجه الدليل هو الحد الوسط كالحدوث في هذا المثال أو الإمكان، فإنه من جهته يتوصل إلى المطلوب وهو ثبوت الصانع. خلاص كده؟ فهل يبقى هنا بيقول لك هنا أم يحصل يعقب، يعني جمعنا كده مش دفعة واحدة، يعني الأول إيه يحصل العلم بالإيه بالدليل وبعد كده يحصل العلم بالنتيجة، يبقى كده مش مع بعض مش دفعة واحدة. أم يحصل إيه معه دفعة دفعتين وأنا صلى الله عليه وسلم شمس كده يا شيخ. شوف انت مش معاك كتاب لما تقرا ده سيب الجهل.
دفعا طلعت في ثم اختلف القائلون بإفادته، هل العلم بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدليل أم يحصل معه دفعا وعليه؟ فهل بعلم وعليه يعني على أنه يحصل إيه؟ فهل بعلم واحد أم بعلمين؟ يعني هل العلم بالمقدمتين هو نفس العلم بالنتيجة ولا علم آخر؟ يبقى علمين. هنا مولانا ركز على وجه الدليل. وجه الدليل، وجه الدليل احنا بنسميها جهة الدلالة. مثلا لما يكون العالم دليل على وجود الله، ايه جهة الدلالة؟ هي الحدوث او الامكان، الجهة اللي هي بتدل على ايه؟ على ان للعالم ايه صانع، ليه حدوثه ليه وجوده بعد عدم او انه ممكن. فلازم تعرف ايه وجه الدليل اللي هي جهة الدلالة. خلاص، يعني مثلا واقيموا الصلاة، هذا دليل على ايه؟ على ان الصلاة واجبة. دي جهة الدلالة، ان هذا امر والامر يفيد الايه الوجوب، ما لم تكن هناك ايه قرينة تصرفه. مع ادراك هذا الوجه أيوه. ولا بيحصل عقب؟ يعني بيحصل مع هذا ولا بعده؟ عقب يعني بعد مع ادراك وجه الدلاله. ايوه، ما هو ادراك الدليل وحده لازم من وجه الدلاله، والا اذا لم يدرك وجه الدلاله مش هيحصل. في في مقدمتين، العالم حادث وكل حادث ايه له صانع. خلاص كده مجموع ده عند المناطق هو ايه المجموع، اما عند المتكلمون لا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى صحيح النظر ان تنظر فيه من جهة الدلالة اللي هي ايه الحدوث او الامكان او الامكان بشرط الحدوث او هما معا. ايش كان قولي كده الاربعة اخوان؟ تفضل. ام يحصل معه دفعا وعليه، فهل بعلم واحد ام بعلمين؟ فيه خلاف. وزعم ابن سينا ان حصول العلمين بالمقدمتين في الذهن ليس كافيا في حصول النتيجة، بل لا بد من علم ثالث وهو التفطن لاندراج الصغرى تحت الكبرى. يعني ده هو احنا قلنا بعلم واحد ولا بايه؟ جاء ابن سينا قال لا، ده حتى العلمين ما يكفوش. تمام؟ بل لا بد من علم ايه؟ ثالث وهو ايه؟ التفطن لاندراج الصغرى في الكبرى عشان تكون في نتيجة. إنما لو عندك مثلا مثال ومفهوش إيه تفطن، جاي هنا بيقول لك إيه كما إذا ادعيت أن هذه بغلة، مش كده؟ وكل بغلة عاق. إذا ادعيت يعني على 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 فرض صحة دعواك، لأنه مش كل بغلة هقول لك دعوة، الدعوة ممكن نقيم دليل على صحتها او ممكن تكون هي دعوة. كما اذا ادعيت ان هذه بغلة وكل بغلة ايه عاقر، لا ينتجها المفروض النتيجة ايه؟ ان هذه البغلة مدام الدية بغلة، كل بغلة عاقر يبقى دية عاقر، بس هذا لا يمكن الوصول اليه الا اذا تفطنت ان هذه البغلة فرد من افراد الكلية، من القضية الكلية دي كل بغلة عاقر. فإذا فطنت إلى هذا نتج هذا الدليل، أما إذا لم تتفطن يبقى لا إيه؟ لا ينتج أن هذه البغلة عاقر، مع أنه كل بغلة إيه؟ فلا بد أن تكون البغلة اللي أنت بتقول عليها عاقر من ضمن أفراد الكلية. خلاص كده؟ زي ما نقول إيه؟ محمد إيه؟ طالب مجتهد. وكل طالب مجتهد ناجح، ولا ينتج أن محمد ناجح إلا إذا تفطنت إلى أنه من ضمن الطلبة المجتهدين.
أما إذا فطنت إلى أنه مجتهد وأن الطلب المجتهد ناجح ولم تفطن هذا هو العلم الثالث إلى أنه يندرج فيهم هذا الذي دعمه مين؟ ابن سينا. ليه؟ لأن الحجة الاستدلال إذا كان قياسا لا بد من إيه؟ مناسبة بينها وبين المطلوب. إيه المناسبة؟ بأن تشتمل عليه، يعني المطلوب ده لازم إيه؟ يكون فيه إيه؟ يشتمل الحجة تشتمل عليه حتى إيه؟ تأتي النتيجة المطلوبة. وهذا هو معنى الاستدلال بالكل على الجزئي، كقولك كل إنسان إيه؟ حيوان، وكل حيوان جسم. فين الحد الأوسط؟ حيوان. فهذا مشتمل على الأصل اللي هو إنسان، والإنسان مندرج فيه، وهذا هو معنى اندراج الصغرى في الكبرى. فهمت؟ طيب يلا شوف. كما إذا ادعيت أن هذه بغلة وكل بغلة عاقر. سيب قبل البغلة في حاشية. تحت خالص قوله بإفادته، مش كده؟ ثم اختلف القائلون ايه بإفادته. إفادته يعني إفادة النظر العلم، يعني حتى بعد ما أجمعوا على أنه يفيد العلم اختلفوا. اختلفوا فيه؟ في لا، في انه العلم بالنتيجة يعقب. او ده اللي اختلفوا فيه، لانه افادته على ده خلاص انتهينا منه. هل العلم الى اخره؟ هل العلم يعني ايه؟ هل العلم بوجه بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدليل؟ اي اهل التصديق بالن قوله هل العلم الى اخره، يعني اي اهل التصديق. فين هل يا لا مش زائد، انا بس قرأتها خطأ. ما هو القراءة الصحيحة؟ انت طبعا المع في الزكاة. اي اهل، همزة استفهام، يعني همزة دخلت على هل. اهل مش انا قرأتها اهل، اهل التصديق، اهل التصديق. لا المهم هي مش اي اهل، اي اهل التصديق، مش كده؟ بالنتيجة يعقب التصديق بالأهدى كده، كده صح كده؟ هو كان لو قال اي مش هتنفع، يعني جاب اللبس، هي مش اهل، هي اهل، يعني همزة استفهام ودخلت على ايه؟ على حرف استفهام. تمشي؟ أي أهل ال... أي أهل التصديق بالنتيجة يعقب التصديق بوجه الدليل ولا يجتمع معه في الزمن؟ هو لو قال أي هل التصديق من هل من غير الهمزة تكفي، ويمكن بدل ما يقولوا عادتين استفهام نخلي الهمزة للتنبيه، بينبهك يعني. قوله أم يحصل أي العلم بالنتيجة، قوله معه يعني العلم بالنتيجة يحصل عاقب العلم بوجه الدليل ولا معاه، مش كده يا شيخ محمد؟ لا. قوله معه أي العلم بوجه الدليل، أي معه أي مع العلم بوجه الدليل اللي هو العلم بالنتيجة يحصل عقب العلم بوجه الدليل ولا معاه. قوله عليه أي الثاني. طبعا كده كده من خلال السؤال نفهم أنهما إيه؟ أنهما قولان، يعني في قول يقول إيه يحصل عقبه،
في قول يقول ايه معه. ثم قال وعليه يعني على ايه ها على الثاني اللي هو حصول العلم بالنتيجة مع ايه مع العلم بوجه الدليل. خلاص كده. فهل هذا الحصول بعلم يعني فهل النتيجة والوجه الحاصلان دفعة بعلم واحد؟ وهو كده مدام اتحصل معه يبقى حصل ايه دفعة مدام معه يبقى كده هل بعلم واحد؟ وهذا القول خلاف الصواب لان الصواب انه ايه مش بعلم واحد بايه بعلمين. ده حتى ابن سينا قال لا ده لا بد من علم ايه ثالث. طالما ابن سينا تعصب كده يبقى معناها ايه نخلينا احنا حل الوسط لا نقول ثلاثة ولا نقول واحد خلينا علمين عشان نهرب من ده ومن ده كده امننا ايه انفسنا. لا نقول بعلم واحد ولا نقول بثلاثة نقول باثنين. بس لو قلنا بواحد ابن سينا مش هيسيبك باثنين معلش هتخف شوية معانا. قوله وزعم ابن سينا إلى آخره هذه فائدة جديدة وليس مقابلا لما تقدم والمراد بالزعم القول. يعني من زعم يعني كذب لا كما في قول بعض الناس يقول زعم فلان يبقى معناها كذب زي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. لا الزعم هنا ايه القول حتى موجودة تقريبا في سورة ايه سيدنا لا ده التغاب في حاجة في سورة يوسف في زعم يلا يعني الزعم مش معنى مش زعم يعني كذب زعم الزعم يعني القول يعني وقال ابن سينا نعم. وذلك ذا المحشي يقول هذه فائدة جديدة بصرحة مش أشار وليس مقابلا لما تقدم والمراد بالزعم القول. بيقول ايه ابن سينا حصول العلمين بالمقدمتين في الذهن ليس ايه ليس كافيا. قوله ان حصول الى اخره اي ان التصديق بهما قائلون بإفادته يعني بإفادة النظر العلم بعدما أقروا بأنه مفيد العلم قالوا هل العلم بالنتيجة يعقب العلم بوجه الدليل يعني أول حاجة إيه تعلم وجه الدلالة مش الدليل فقط كما قلنا وجه الدلالة مثلا في العالم حادث وكل حادث لا بد له من صانع وجه الدلالة هو إيه هو الحدود او الايه او الامكان. فبعد ان تعلم وجه الدلالة يأتي بعد ذلك العلم بالنتيجة ولا معه خلاص كده ام يحصل معه دفعة يعني مش بايه مش بالتعاقب يعني مرة واحدة. وعليه يعني وعلى انه يحصل ايه
هل بعلم واحد ولا بعلمين؟ في خلاف، يعني في من قال بعلم واحد وفي اللي قال ايه بعلمين. وجاء ابن سينا فقال القول اللي قاله ابن سينا ليس مقابلا للقولين. لماذا؟ لانه المقصود هل بعلم واحد او باكثر. كلمة بعلمين على اقل يعني بعلمين ايه او اكثر. فلما قال بل لا بد من علم فارد هذه فائدة ايه جديدة وليس قولا ايه مقابلا. والمراد بالزعم القول، يعني اياك ان تفهم من كلمة زعم يعني كذب. خلاص كده. قوله ان حصول العلمين بالمقدمتين في الذهن ليس كافيا، وزي ما جبنا ايه المثال هذه بغلة، فهذا علم علمت ان او جاء في ذهنك ان هذه بغلة، هذا علم بالمقدمة للصورة، وكل بغلة عاقل، مش كده؟ فهذا لا ينتج ان هذه البغلة عاقل الا اذا تفطنت الى اندراج هذه البغلة في افراد الكلية، زي ما جبنا المثال بتاع ايه هذا مجتهد وكل مجتهد ايه ناجح. وقال بل لا بد من علم ثالث وهو ايه التفطن لاندراج الصغرى في ايه في الكبرى، زي ما قلت لك ايه اللي بيسموه القياس، يعني المناسبه بين الايه الحجه الدليل يعني وبين المطلوب، ايه المناسب يكون فيه تشتمل عليه تشتمل على المطلوب اللي هو معنى الاستدلال من كل على الجزء، كما نقول كل انسان حيوان وكل حيوان ايه جسم، الحد الاوسط اللي هو حيوان مشتمل على الاصغر اللي هو انسان والانسان مندرج فيه، فهنا ايه يحصل العلم بايه بالنتيجة، وهذا هو معنى اندراج الصغرى فيه في الكبرى، هذا ما قاله ايه ابن سينا. كما اذا ادعيت وهو التفطن، كما اذا ادعيت لا وهو التفطن اي التصديق بذلك الاندراج، اي اندراج موضوع الصغرى تحت موضوع الايه هذا ايه انه تشتمل عليه او معنى كونه ايه مندرجة. كما إذا ادعيت أن هذه بغلة وكل بغلة عاقل فلا ينتج أن هذه عاقل حتى يتفطن إلى أن هذه البغلة فرد من أفراد هذه الكلية، فين الكلية؟ وكل بغلة إيه؟ عاقل حتى يتفطن إلى أن هذه البغلة، قوله البغلة قوله البغلة بدل من اسم الإشارة لا بيان للمحمول في الصغرى. شو اسم الإشارة؟ هذه فرح لما قال إيه إلى أن هذه البغلة اللي هو الأول أصلا قال إن هذه بغلة، فلما قال قوله البغلة اللي هي إيه أشار إليها بكلمة إيه هذه. قوله من أفراد هذه الكلية أي من أفراد موضوع القضية الكلية اللي هي وكل بغلة عاقر. طبعا واحد يقول لي كيف كل بغلة عاقر؟ ما البغلة جت من إيه؟ يا بني آدم يقول لك كما إذا ادعيت، دي دعوة ادعاء يعني، والادعاء إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، فلذلك كما إذا ادعيت. فهو البغل اصلا من نتيجه تزاوج الحصان مع الحمار. ايوه يعني اقول لك كما اذا ادعيت دعوه صادقه واما كاذب. هي صادقه يعني. صادق لانه البغل لازم يكون من ايه؟ مش من بغله، ما ينتش بغل من بغله، لازم يكون مع ايه؟ انثى الحصان مع ذكر الحمار. انثى الحصان مع ذكر الحمار. طلقت انت قبل كده؟ يلا. ايوه صح كده، لازم يكون ايه في تهجين زي الهجين اللي قالنا عليه فاكر
مسك الشيخ العجيل وقعد يتكلم في الموضوع ده. يلا أصلاً ما عشتش مع الجنان عشان أعرف. وانت عشت فين؟ مع الحمير؟ قوله على الفرض أي فرض معين. قوله يلزم الحكم على الفرض أي فرض معين. حتى تفطن إلى أن هذه البغلة فرض من أفراد هذه الكلية ليلزم الحكم على الفرض. يعني متى يلزم الحكم على الفرد؟ إذا تفطنت إلى أن هذه البغلة اللي انت أشرت إليها مندرجة في أفراد الكلية، يبقى هنا أصبح إيه؟ الحكم لازم. يعني مثلا كل نفس ذائقة الموت. طب نفسك انت تذوق الموت أو لا؟ نعم. ليه؟ لأنها مندرجة في كلمة نفس، والله تعالى يقول كل إيه؟ نفس. فدخلت نفسك في إيه؟ في الكلية، فلازم الحكم أن نفسك تذوق الموت كباقي الإيه؟ الأمر. قال شرف الدين ابن التلمساني: وما ذكره حق، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لم يندرج النبيذ في الحرمة إلا من حيث كونه فردا من أفراد المسكر، فلا بد من التفطن له، إلا أنه معلوم في ضمن العلم بأن هذا الترتيب منتج، فلا يكاد يخلو الذهن عن ذلك عند ذكر المقدمتين على هذا الوجه. قال شرف الدين التلمساني، وشرف الدين ده التلمساني نسبة إلى إيه؟ التلمسان اللي في الجزائر، اللي فيها سيدي الشيخ أبو مدين الغوث، فيها هناك رحنا زرناه، كانت زيارة مباركة. وقال الأبيات اللي فيها الله قل وذل الوجود وما حول إن كنت مرتادا بلوغك. شرف الدين ابن التلمساني المسمى بالفهري بكسر الايه؟ بكسر الفاء شافعي المذهب ووالده مالكي. الشيخ حسين المخلوف النهارده كنا بنتكلم فيه كان حنفيا ووالده كان مالكيا. قعدنا نتكلم في اللي كان حنفي وحول مالك، واللي كان مالك وحول حنفي، كان باب التحويل مفتوح. وقوله التلمساني نسبه لايه؟ التلمساني. قوله وما ذكره الشيخ التلمساني يقول وما ذكره حق، يعني بيأيد مين؟ بيأيد ابن سينا. يعني بيقول لابد من التفطن لعلم ثالث، فإنك إذا قلت النبيذ مسكر، مش كده؟ وكل مسكر حرام، لم يندرج النبيذ في الحرمة إلا من حيث كونه فردا من أفراد المسكر. يبقى إذن كيف علمنا أن النبيذ حرام؟ احنا قلنا النبيذ مسكر، ومش شرط يكون مسكر يبقى حرام، لكن ايه اللي خلاه حرام؟ قوله ايه؟ صلى الله عليه وسلم كل مسكر ايه؟ حرام. فلما اندرج في الحرمة بواسطة ايه؟ بواسطة كونه فردا من افراد المسكر، ولولا ذلك ما ايه؟ ما دخل في الحرمة. فلا بد من التفطن له يعني يعود الى العلم الثالث، مش للتفطن له يعني للنبيل، لانك انت لو استطلت او مش هتتفطن لحاجة اصلا. فلا بد من التفطن له، الا انه ده استدراك، الا انه
يعني عاوز اقول لك الا انه كونك تتفضل له ده مش علم ثالث، معلوم في ضمن العلم. شفت كده؟ يعني قال ده هو موجود في الضمن، في الضمن الكيم. خلاص كده؟ بأن هذا الترتيب منتج فلا يكاد يخلو الذهن عن ذلك عند ذكر المقدمتين على هذا الوجه. فلو رتبت المقدمتين على هذا الوجه واندرج الحد الأصغر في الأكبر بواسطة الحد الوسط، يبقى هذا اللي انت بتقول عليه ده موجود ضمنا، بس كل ما في الأمر ابن سينا ذكره صراحة، لكنه ايه موجود، يعني هو مش علم ايه ثالث. قلت ده كلام مين ده؟ لا، كلام السنوسي دلوقتي. خلاص يبقى خلص كلام مين؟ كلام شرف الدين ابن التلمساني اللي بيأيد مين؟ يبقى قلت ده تأييد من الشارح لكلام ابن سينا بكلام البيضاوي. قلت قلت وعبارته في الطوالع الأشبه أنه لابد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين لهما، وإلا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه. طيب قوله قلت مش كده؟ ولا لسه احنا ابن سينا؟ طيب اطلع فوق. قوله قال شرف الدين، ما قلناه شرف الدين وأبوه وأمه كله. قوله قوله النبيذ أي شربه. خلاص النبيذ مش حرام، الشرب هو قوله أي له، أي الاندراج له من التفطن له. قوله إلا أنه أي كون النبيذ فردا من أفراد المسكر، وقوله معلوم إلى آخره أي موجود في ضمن متعلق العلم اللي هو السابق، يعني أعني المقدمتين والاندراج، فالتفطن موجود ضمنا. فيكون ابن سينا صرح بما يعلم، بس كل ما في الأمر ابن سينا ما جابش حاجة جديدة، يعني صرح بما هو مضمر أو صرح بما هو موجود ضمنا. وحينئذ فلا اعتراض على من لم يصرح بذلك من الأئمة. فقوله إلا أنه إلى آخره ليس اعتراضا على ابن سينا، بل هو اعتذار عمن لم يصرح. طب ليه ما يكونش اعتراض على ابن سينا؟ طب إذا كان بيقول لك لابن سينا ما جابش حاجة جديدة، ده هو قال شيء موجود ضمنه، كل ما في الأمر أنه إيه صرح به والأئمة لم يصرح، إلا الأحسن يكون اعتذار. مش كده؟ يعني الواضح ده يعتبر ده ايه؟ الواضح كده من السياق انه هذا يعتبر ايه ده؟ اعتذار. كانوا مش عاوز اقول اعتراض، استدراك على مين؟ على ابن سينا. لانه قال انما قاله تصريحا موجود في كلام الائمه في ضمنا، يبقى كده استدراك او اعتراض. ما هو يعني ما فيش حاجه جديده اصلا، ده موجود ضمنا، كل ما في الامر انه صرح به. بس التنبيه عليه، التنبيه عليه هو لو كان تنبيه ماشي. ولذلك في الاول من البدايه ده مش قول ثالث. قال هذه فائده جديده. يعني كانه اعجبه. لكن انا اللي مريحني انه ده يعني هو ابن سينا ما نعترضش عليه. ليه؟ نبي مثلا؟ لان قوله لا يعني قوله لا يحتمل الاعتراض.
لا يستحق الاعتراف. ليس فيه ليس فيه تصريح بما وكلام الائمه برضه ما فيش خطا. لكن الائمه سكتوا وهو صرح فهم طب هو يعتاد بالنيه عنهم وهو المقام هنا لا يقتضي او لا يحتاج الى تصريح ما هي معلومه. وربما اظن البعض ان سكوتهم يعني انه يعني انكار او يعني انه غير مقصود. بس فيكون التصريح ايه؟ اشد تاكيدا. بس هنا يقول لك بل هو اعتذارهم عمن لم يصرح به. ايوه لان عدم التصريح اوقع الناس في الوهم واللبس. يعني ان هذا غير مقصود. يعني الائمه اللي غلطانين. لا ما يلا مش لا كمل. اعتذار يا مولانا مش ليس اعتذار عن خطا يعني. لا مش اعتذار عن خطا. ولا اعتذار ما معنى اعتذار. هو يقصد ايه؟ يعني رد على المقال لماذا لم يصرحوا؟ توجيه. تنبيه. ماشي يلا يا شيخ. ويحتمل ان الضمير في قوله الا انه راجع للتفطن مش كده؟ اي التفطن للاندراج معلوم في ضمن يحتمل. خلاص كده؟ وخذ بالك ما دام قال يحتمل يبقى في احتمال ثاني. ما هو؟ هو قال يحتمل انه ده الضمير. لا ما خلاص سيبنا الثلاثه بقول لك الثاني في المحفوظ. فيقول ايه؟ ويحتمل ان الضمير في قوله الا انه راجع ليه؟ التفطن. ان التفطن له ده ايه؟ يعني للاندراج معلوم في مش كده؟ ما دام قال يحتمل يبقى فيه احتمال ثاني. سكت عنه ليه؟ لانه معلوم. يعني هو قال اللي انت فهمته سابه. وقال لك في احتمال ثاني انه له راجع ليه؟ للتفضل. طيب ايه الاحتمال الاول اللي هو ما هو هذا المذكور ده؟ كون النبي فرد من افراد المسك. يبقى الا انه يبقى ايه؟ النبي او انه اللي هو ايه؟ بس تفهم. يبقى ده الاحتمالين. يلا. قوله عن ذلك اي الاندراج والاولى عنه لان المحل للضمير لتقدم مرجعي الذي هو الاندراج. يعني كان المفروض ايه؟ بدل ما يقول الا انه معلوم ايه؟ الا فلا بد من التفطن له مش كده؟ نعم. فين عن ذلك؟ تحت فلا يكاد يخلو الذهن عن ذلك. فلا يكاد يخلو الذهن عن ذلك. فالمفروض يقول عنه بدل عن ذلك. فلا يكاد يخلو الذهن عنه. ليه؟ لانه سبق له ذكر. فكان المفروض يرجع عليه ايه؟ الضمير. اي عن التفطن للاندراج. وقوله على هذا الوجه. يلا يا شيخ عمر. فلا يكاد يخلو الذهن عند ذكر المقدمتين على هذا الايه؟ الوجه. ايه المقصود بالوجه؟ اي على انه ترتيب منتج. لانه مش كل ترتيب ايه؟ منتج. خلاص كده؟ يبقى خلص كده بقى. اما اذا ذكر لا على هذا الوجه. اما انه في الشرح ولا في لا في الحشي. ماشي. اما اذا ذكر لا على هذا الوجه بان لوحظ انهما قضيتان فقط كان الذهن خاليا عن التفطن للاندراج. اذا كلمة على هذا الوجه اللي هو ايه؟ اندراج الصغرى في ايه؟ في الكبرى. على ترتيب ايه؟ معين او على ترتيب منتج. قوله قلت قلت من كلام الشارح تقوية لكلام ابن سينا. وقوله وعبارته أي البيضاوي. ولو قال وعبارة الطوالع كان أحسن. لأنه عندما قال وعبارته في الطوالع حيروح الذهن على مين؟ حيتوهم أن الضمير للتلمساني.
وهو بيقول وعبارته في الطوالع، والطوالع بتاع مين؟ فلو قال وعبارة الطوالع كان رفع هذا الايه؟ هذا الاشتباه. ولو قال وعبارة الطوالع كان احسن، اذ عبارته توهم ان الضمير للتلمساني مع انه ليس كذلك كما علمت. ما هو قال وعبارته الكلام اللي سبق في الذكر مين؟ التلمساني. فلو توهم ان عبارته يعني عبارة مين؟ انا وقعت لا توهم. يبقى ما انت قاعد توهم عن موسى كنبه، انت متى خرجت من الوهم؟ يبقى هنا الآن دلوقتي قلت يعني التنوسك وعبارته في الطوالع يعني عبارة البيضاوي، ولم يتقدم للبيضاوي ذكر. أيها تأييد من الشارع للتنوسك لكلام ابن سينا بكلام البيضاوي، لكنه ايه السياق يروح الوهم على انه ايه؟ فلو قال وعبارة الطوالع كان ايه؟ كان احسن. زي ما قال الشيخ بالضبط الشيخ الحامد، ولو قال وعبارة الطوالع كان احسن، اذ عبارته توهم ان الضمير للتلمساني مع انه ليس كذلك كما علمت. واضح؟ هو معروف ان الطوالع للبيضاء على مين؟ ماشي زي بعض. أقول ولو قال وعبارة الطوالع كان أحسن، إذا عبارته، فنفهم برضه إذا عبارته أي عبارة الطوالع طول. أنت الحشي بقى. الحشي لا، إذ عبارته قلت وعبارته. لا ماشي. ولو قال وعبارة الطوالع كان أحسن. صح. إذا عبارة السنوسي توهم أن الضمير للتلمساني. صح. ليش إذا عبارته؟ استدرك عليها الشيخ أنت لما كنت حاطط الحاشي على كلام السنوسي وحاططها عبقرية. لا لا مش مشكلة إيه أنت. يا مولانا هو الشيخ اللي هنتكلم على الحامدي. أنت بتستدرك على مين؟ على السنوسي ولا على الحامدي؟ لا استدرك على الحامدي. لا بس الحامدي قال إيه؟ إذ عبارته ولو قال وعبارة الطوالع كان ولو قال عبارة الطوالع كان أحسن، إذا عبارته أيوة يعني مين؟ السنوسي. السنوسي بس هو إذا عبارته ممكن توهم إن هي عبارة الطوالع، توهم إن عبارة الطوالع مش عبارة الطوالع. كيف إذا كان يقولوا عبارة الطوالع يقولوا إذا عبارته عن الطوالع؟ حي الطوالع لا 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 يعني بعيدة شوية. لا الشيخ لا جريت ما جاش على بال الحاجة تذكرت إليك من هذا. لا يلا قوله وإلا لا هاتنا قوله وعبارته في الطوالع الأشبه مش كده الأشبه الأشبه دي هذه عبارة مين؟ الطوالع عبارة البيضاوي يعني كلمة الأشبه ده كلام أول كلام البيضاوي بتحط بعد الطوالع نقطتين إذا ده إيه ده الكلام بتاع الإيه ده اللي في البيضاوي الأشبه أنه لا بد من لا بد بعد يبقى كده معناها في علم ثالث تقوية لكلام مين ابن سينا الأشبه أنه لا بد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب وإيه إيه الفرق بين الترتيب والهيئة هل الهيئة هي الترتيب؟ الترتيب ده يرجع إلى الحدود يعني الحد الأصغر حد الأكبر حد الوسط لازم يكون مرتبين كده العالم متغير وكل متغير حادث وكله إيه حادث ده إيه إذا الترتيب يرجع إلى الحدود يعني الأصغر إيه وبعدين الأوسط وبعدين إيه الأكبر خلاص كده ولهذا من أجل ترتيب الحدود اختلفت الأشكال الأربعة لأن الشكل الأول الحد الأوسط يكون إيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى طب والشكل الثاني محمولا فيهما والثالث موضوعا فيهما والرابع عكس الأول إيه اللي خلى الأشكال تختلف اختلاف الترتيب فين في الحدود
يبقى إذن الترتيب يعني معناها يرجع إلى إيه؟ إلى الحدود. ولهذا تنوعت الأشكال. طب والهيئة يرجع إلى الكم والكيف اللي هي الكلية والجزئية والسالبة والموجبة. يبقى كلمة الترتيب ترجع إلى إيه؟ إلى الحدود. وكلمة الهيئة ترجع إلى الكمية والكيفية. ومن أجل الكمية والكيفية اللي هي الجزئية والكلية والسالب والموجبة تنوعت ضروب الأشكال. الضرب غير الايه؟ الشكل. الضرب بيرجع إلى ايه؟ إلى الهيئة. خلاص كده؟ والشكل بيرجع إلى الحد. إلى الحد الايه؟ الأوسط. فلما اختلف ترتيب الحدود الجديدة اسمه ايه؟ ترتيب. انما لما يكون دي كليه دي جزئيه دي سالب ده اسمه ايه؟ تتنوع الضروب. من اجل ذلك واضح. فاختلاف الاشكال يرجع الى ترتيب الحدود. واختلاف الاضرب وفي شكله في ايه؟ في ضرب. اختلاف الضرب يرجع الى ايه؟ الى الكميه والكيفيه. الكميه يعني ايه؟ الجزئيه والايه والكليه. والكيف اللي هو الايجاب والسلب. خلاص كده؟ يلا شوف. إذا قلنا إلا قلت عبارته ده تعيد من الشارح لكلام مين؟ ابن سينا بكلام البيضاوي. قلت وعبارته في الطوالع الأشبه أنه لا بد بعد استحضار المقدمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين لهما، وإلا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه. انتهى. قوله الترتيب من تقديم الصغرى على الكبرى. ده الترتيب يعني نقدم ليه الصغرى على الكبرى. قوله هو الهيئة. شوف الحاصلة من إيجاب الصغرى وكلية الايه الكبرى في الشكل الايه في الشكل الأول. ومن كون الحد الوسطي محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى وعكسه. دخل الشكل في الهيئة. دخل الشكل في الهيئة. ما هو العكس هنا لما يكون الحد موضوع في الصغرى. يعني دخل الاثنين في بعض. انه في البعض مثلا جعل الترتيب والهيئة زي حاجة واحدة زي كأنه عطف تفسير يعني الهيئة هي الترتيب. ولكن قلنا الدقة أن الترتيب يرجع إلى إيه؟ الشكل. إلى الشكل. والهيئة ترجع إلى إيه؟ إلى الضرب. خلاص؟ بسم قوله وإلا لما تفاوتت الأشكال في جلاء الإنتاج وخفائه. أي وإلا نقل أنه لا بد من ملاحظة ما ذكر. وإلا نقل يعني وإن لم نقل كده أنه لا بد يعني لو ما قلناش يعني لا بد من ملاحظة ما ذكر من الترتيب والهيئة لما تفاوتت الأشكال. يعني حيبقى الأشكال في الجلاء واحد ولكن في الوضوح والجلاء والشدة الشكل الأول أجلاها وأوضحها ويليه الثاني ثم الثالث والبعيد خالص العليه الرابع لمخالفته الأجل. فيبقى هو إيه الأبعد. يبقى في تفاوت في الأشكال ولا مفيش؟ بسبب إيه؟ بسبب اختلاف إيه الحد الوسط. احنا قلنا الحد الوسط في الشكل الأول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، في الشكل الثاني محمولا فيهما اختلف، في الشكل الثالث موضوعا فيهما، في الرابع عكس الأول. يبقى معنى كده هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى تفاوت الأشكال يعني في الوضوح. وإلا نقول أنه لا بد من ملاحظة ما ذكر من الترتيب والهيئة لما تفاوتت الأشكال إلى مع أن يعني ايه عاوز يقول لك كيف نقول انه مفيش تفاوت مع ان الشكل الاول اجلى ويليه ايه
الثاني ثم الثالث ثم الرابع. والمراد لما تفاوتت عند الناظر، يعني هي الأشكال المتفاوتة في الجلاء والوضوح والخفاء، يعني بعضها أجلى من بعض وبعضها أخفى، ده بالنسبة لمين؟ ها؟ لا في الواقع، لأن تفاوتها في الواقع لا يتوقف على إيه؟ على ذلك. خلاص كده؟ على ذلك يعني إيه؟ يرجع إلى إيه؟ إلى ملاحظة. فالملاحظة دي هي اللي بيتوقف عليها، إنما في الواقع لا يتوقف على الملاحظة. ثم إن ملاحظة الترتيب والهيئة يستلزم ملاحظة الاندراج. يعني طالما أنت لاحظت هذا الترتيب وهذه الهيئة اللي ترجع إلى الكمية والكيفية، يعني معنى كده إيه؟ هذا مستلزم ملاحظة الاندراج، هي معنى تلاحظ الترتيب والهيئة من غير هذا غير متصور. يعني إذا حدث هذا يبقى إذن في ضمن هذا إيه موجود إيه؟ اندراج الصغرى فيه في الكبرى، أو اندراج الحد الأصغر فيه في الأكبر، لأن شأن الصغرى أن يأتيها الحكم من اندراج موضوعها في موضوع الكبرى، وعشان كده رتبنا الترتيب ده. ولو كان الترتيب مفهوش فايدة يبقى الأشكال مش هتتفاوت، هيبقى كله إيه واحد. وليه معنى ده الأول وده الثاني وده الثالث؟ فاندفع بهذا ما يقال عبارة الطوالئ ليس فيها تعرض للإندراج المذكور، فلا يناسب الإتيان بها تقوية لكلام ابن سينا. فلا يناسب الإتيان بها، يعني هو جابها ليه؟ عشان يقوي كلام ابن سينا. طيب بعد كده قال فاندفع بهذا، يعني بهذا الشرح وهذا البيان اندفع ما يمكن ان يعترض به على عبارة الطوالع، بانه ايه؟ عبارة الطوالع ما فيهاش حكاية الترتيب، ما فيهاش حكاية الاندراج، مش كده؟ امال فيها ايه؟ فيها استحضار المقدمتين مع الترتيب والهيئة، يبقى فين الاندراج؟ قال لك الاندراج ده موجود بالالتزام، يعني هذا الترتيب وهذا الهيئة يستلزم ملاحظة الاندراج. يبقى لو واحد اعترض على البيضاوي اعتراضه ملوش لازمة، خلاص؟ ليه؟ لأنه موجود ملاحظة الاندراج ضمن ملاحظة، أو ملاحظة الترتيب مستلزمة لملاحظة الإيه؟ الاندراج. ثم أنت خبير بأن المحقق للتفاوت في الجلاء إنما هو الهيئة فقط لا هي مع الترتيب، خلافا لظاهره. يعني عاوز يقول لك إنه الجلاء ده سببه مش الترتيب، إنما سبب الهيئة اللي هي إيجاب الإيه؟ الصغرى وكلية الإيه؟ بناءً على تعريف الهيئة. أيها؟ إنه الترتيب قصروا على تقديم الصغرى على الكبرى. جميل، يعني هو يعني كأنه الترتيب والهيئة عنده حاجة واحدة، أو كأنه بيشرح بيفسر كلمة الترتيب بأنه الهيئة المرتبة كده. نعم. ما قصد بالهيئة ما شرحناه، مش كده؟ هذا وظاهره أن كل شكل فيه جلاء وخفاء، مش كده؟ بقول لك الأشكال بتتفاوت في الجلاء، بمعنى كده كل شكل فيه إيه؟ مع إنه الأمر ليس كذلك، ده التفاوت والجلاء مش في كل شكل، ده في الأشكال بالنسبة لبعضها، يعني الأول أجلاها، فلو مش كل شكل فيه جلاء وخفاء، وإنما هذا إيه؟ ليس كذلك، بل الأول جلي فقط. لا، والرابع خفي فقط، شوف كده. طب اما الثاني قال لك ده فيه جاء فيه جلاء وفيه خفاء، ده فيه خفاء بالنسبه للاول وفيه جلاء باعتبار الثالث اللي هو في النص ده،
يبقى الاول مفهوم جلاء وخفاء جالي فقط، طب الاخير خافي فقط، والاثنين اللي في النص فيهم جلاء وخفاء. ان نظرت الى الشكل الثاني بالنسبه للاول يبقى ايه؟ خفي، فيه خفاء. طب وبالنسبه للثالث؟ لا جلي وفوق كل زياده. وبالنسبه للثالث لو نظرت بينه وبين الثاني فهو ايه؟ خفي. لكن ان نظرت بينه وبين الرابع يبقى جلي. اما الرابع نظرت للي قبله نظرت للي بعده خفي، والاول جلي، لان الاول خلاص واضح جدا. يبقى المقصود بانه تفاوت الاشكال ليس في ايه؟ في كل شكل، وانما في الاشكال بحسب ترتيبها مع ايه؟ مع بعضها. قوله انتهى اي كلام الطالب، والحمد لله اللي انتهى. هذا كله في النظر ليه؟ الصحيح. اما الفاسد فان كان لعدم اخراجه. هذا كله في النظر الصحيح، اما الفاسد فان كان لعدم تمامه لم يستلزم شيئا اتفاقا. وكذلك يعني ايه معنى لعدم تمامه؟ يعني لطريان صارف من موت او اغماء او نوم، خلاص كده خلاص ما تمش. يبقى ايه سبب كونه فاسد؟ لانه لم يتم. لكن في فاسد مش لعدم تمامه، لفساد نظمه او في خلل في الماده. يبقى الفساد مش كل واحد، الفساد ايه؟ انواع. فهو اول حاجه ايه؟ الفاسد لعدم تمامه، يعني جاب المقدمتين وما تمش التفطن او الاندراج مات. يبقى ايه؟ لطريان صارف من موت ونحوه قبل ايه؟ التوصل وعدم التمام، شامل ايه؟ بعمومه لاختلاف شيء من الشرائط. يعني كلمة فاسد هياخذ عدم التمام، وهياخذ فاسد لاختلاف الايه؟ او لعدم توفر الشروط، سواء بالنسبة للصورة، يعني في فاسد باعتبار الصورة، وفي فاسد باعتبار الايه؟ المادة. خلاص كده؟ خلاص. يبقى الفاسد اذا كان بسبب ايه؟ ها؟ عدم التمام لم يستلزم شيئا. خلاص انتهى، هيستلزم ايه؟ ها؟ وكذلك ان كان لفساد نظمه كالاستدلال بجزء. هي معنى وكذلك ان كان لفساد نظمه، يعني الفاسد بسبب عدم تمامه لا يستلزم شيئا، وكذلك الفاسد لايه؟ ها؟ لفساد نظمه، يعني لا يستلزم شيئا. كالاستدلال بجزئيتين او سالبتين. يبقى اذا هذا الفساد من اين جاء؟ هل من عدم التمام ولا ايه؟ ها؟ لفساد نظمه. ما ينفعش الاستدلال بجزئيتين ولا بايه؟ بسالبتين. ينفع بجزئيه وموجبه، جزئيتين لا، وسالبتين لا. عاوزين جزئيه وكليه او سالبه وموجبه. الجزئيتين ما ينفعوش ولا السالبتين ما ينفعوش. وان كان لخلل في مادته. اذا عرفنا ايه؟ لا يستلزم شيئا لايه؟ اذا كان لعدم التمام او لفساد النظم لا يستلزم شيئا. اما اذا كان الفساد لخلل في مادته فقولان. ما هو القولان؟ وإن كان لخلل في مادته فقولان مشهورهما أنه لا يستلزم الجهل، وهو رأي المتكلمين، وقيل يستلزمه، وهو رأي المنطقيين، وهو الصحيح. يبقى النوع الثالث قلنا نوع فاسد لتمام نظمه، ونوع فاسد لعدم تمامه، والثاني لفساد نظمه. اما اذا كان الفساد لخلل في الماده يبقى في قولين. ما هما القولان؟ انه يستلزم الجهل، والقول الثاني انه لا يستلزم الجهل. يبقى القولين هما ايه؟ ها؟ استلزام الجهل وعدم ايه؟ استلزام. لا يستلزم الجهل برأي مين؟
واستلزامه هو رأي مين؟ المنطقيين، وهو الصحيح. يعني معنى كده رأي المتكلمين خطأ. خلاص كده؟ الحاشية. قوله هذا، هذا كله في النظر الصحيح، أي ما ذكر من أن النظر يفيد العلم في المنظور فيه مطلقا أو لا يفيد مطلقا، أو لا يفيد في الإلهيات في النظر الصحيح، فالإشارة راجعة إلى ما تضمنه البحث السابق من قوله وحقيقة النظر إلى آخره. الإشارة في كلمة هذا من أول كلمة وحقيقة النظر، صفحة كام؟ حقيقة النظر صفحة 18، صفحة 17. كله ايه؟ كلمة هذا، يعني كل اللي عدى ده افادته العلم في الالهيات او افادته مطلقا، ده راجع ايه ده؟ هذا خليكم هنا، هو بيقول هذا بشار على هذا، يعني ما ذكر المبحث كله من أن النظر يفيد العلم في المنظور فيه مطلقا أو لا يفيد مطلقا، أو لا يفيد فين؟ في الإلهيات في النظر الصحيح، فالإشارة راجعة إلى ما تضمنه البحث السابق من قوله وحقيقة النظر إلى آخره. أما الفاسد، معلش أنا أدفع أن أنا جكت، أنا بنتي هنا بعد الدرس، بعد في درس بنت تعبانة وعدونا الأسعار بعد الدرس، طب إن الأسعار بيحاولنا بالأسعار، ما روح للشيخ جوا ما حدش ردي، وأنا مش حرضة ضبط نفسي معلش بنتي تعبانة، روح للشيخ احنا هنعمل ايه؟ عاوزة حد يتنبي الأسعار، حد يجي معينا بكثير بنتي، أنا مش من هنا، ده أنا جاي للفترة، وبنتي في كليتها في حقبانها، أنا مش من هنا خالص، أنا من وفية وبنتي تعبانة وعلى أرحى المسؤولين بتوع فين يا ابن الجماعة اللي تعبين؟ انتظار ايه؟ واحنا عاوزين نشوف المشكلة عشان كلهم حد يجيب الاسباب، هتروح معايا؟ طيب هبعتلك وانا اي حد، اي راجل من دين من العمال اللي هنا، انت الخير والبركة برضه، احنا مش تبع الجامع، احنا ضيوف، طالب العلم روح للمكتب بتاعنا، بتوع الجامع دول المسؤولين، مش احنا المسؤولين هنا، احنا زينا زي وينفع كده متدخلة كده على طول كده؟ لا بنتي بتموت، بنتي تعبانة، بنتي بتموت، ابوها عندهم الاهمال، معلش زي بعض عشان خاطر كده ايوه والله يفكر كل خير ماذا تصنع؟ انت عندكم حد يطلب الاسعاف؟ انا ليه 50 سنة مش عارف الاسعاف رقم وكام، ولو طلبت حيلي؟ لا والله بنعلم بعباد نخفف عنها ان شاء الله. قوله أما الفاسد، أي أما النظر الفاسد أو التصرف الفاسد، إيه اللي حصل كده؟ التصرف الفاسد، جيلك لطلب العلم يقول له تعال نسمع امتحان، كان يدخل الجماعة دول في المظاهرات على الطلبة في الرجال يقول له إيه؟ أنت قاعد هنا بتمتحن وسايب أخوك بره بيقتل، حرام عليك، أنت عندك الطالب يجي يروح مقطع ورقه الاجابه ويطلع بره، يطلع لقى حد قتيل ولا حد فات الامتحان وخلصت. يلا قوله فان كان لعدم تمامه، اي فساده. قوله لعدم تمامه بان لم يذكر بعض مقدماته، او بان لعدم تمامه، يعني بان لم يذكر بعض اعجاب الصغرى وما جابش ليه الكبرى، يعني مات الجن دخل عليه حاجة زي اللي دخل كده، يبقى خلاص ما تمش.
لموت او جنون او نسيان او اي حاجه او تركها اختيارا. يعني جايب الصوره قال والله ما جايب الكبر مش حجيب مش عاوز كبر. وتسميته غير التام نظرا لما هو النظر لازم يكون فيه مقدمة. كيف نسمي هذا نظر مع انه مقدمة واحدة؟ بحسب قصد المتكلم. هو في الاول قصد ايه؟ قصد النظر، فهذا يسمى نظر بحسب القصد. فان اراد ابتداء النظر ثم عرض له ما يمنع التمام فإنه أراد ابتداء النظر ثم مش الجنون هي لا ثم عرض له ما يمنع اللي هو ايه الجنون، يعني هو الناظر أراد ايه ابتداء لسه في ابتداء النظر فيسمى نظر وإن كان غير تام. عاوز يبين لك وجه تسميته نظرا بحسب قصد المتكلم. فإنه أي إيه أراد ابتداء النظر ثم عرض له ما يمنع التمام. قوله وكذلك، قوله وكذلك وكذلك إن كان لفساد نظمه. بيقول لك هنا تشبيه غير تام، تشبيه غير تام لوجود الخلاف حينئذ بالاستلزام وعدمه. يعني الأول ما فيش خلاف اتفاق، فكيف يقول وكذلك؟ قال تشبيه بس مش تام. ليه؟ لأنه اللي هو إيه لفساد نظمه في خلاف، إنما اللي هو لعدم تمامه ده اتفاق. فيبقى التشبيه غير إيه؟ غير تام. فهمت يا لسه؟ بس هو بيشبهه فيه بانه هو لم يستلزم شيئا اتفاقا، ما هو ده اللي كنا فاهمينه. انما جاء الشيخ هنا بيقول لك ايه ده تشبيه غير تام، لو كان لا يستلزم شيئا اتفاقا لكان التشبيه تاما. بس ده اللي هو لفساد نظمي في خلاف، يعني في اللي قال لا يستلزم شيئا وفي اللي قال يستلزم الجهل، فعشان كده يبقى التشبيه غير تام. وإن كان يتوهم من التشبيه أن عدم الاستلزام في هذا متفق عليه أيضا. أيوة ده اللي اتفهم من التشبيه، أنه ده برضو اللي هو إيه لفساد نظمه ده متفق عليه، وهذا هو الذي توهم من التشبيه. فلذلك قال التشبيه غير إيه؟ غير تام. قوله لفساد نظمه أي هيئته وصورته، أي هيئته وصورته. قوله كالاستدلال بجزئيتين نحو بعض الإنسان حيوان. يعني أقول لك إيه معنى فساد النظم؟ يعني فساد الهيئة والصورة، وهو المثال كالاستدلال بجزئيتين. فهذا إيه نظر فاسد. ليه؟ لماذا فاسد؟ لفساد هيئته وصورته. طيب مثل بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس، دول إيه؟ دول جزئيتين، فالنتيجة خلاص دول جزئيتين، فلما نحذف الحد الأوسط فالنتيجة هي بعض الإنسان فرس كاذبة. ولو قلت بدل الكبرى اللي هي ايه وبعض الحيوان فرس، لو قلت وبعض الحيوان ناطق كانت صادقة. يعني هنا في اضطراب، مرة تيجي ومرة ايه، فعدم اضطراد صدقها دليل على عدم استلزامه لشيء. وعشان كده قال فيها ايه، فيها قولين لا يستلزم شيئا، لانه ما استلزمش انها تكون صادقة ولا كاذبة. انك لو ابدلت بدل الكبرى بدل كل حيوان فرس كل حيوان ناطق هتبقى ايه صادق، ولو سبتها زي ما هي هتبقى ايه كاذب. يبقى معناها لا تستلزم ايه شيئا، او انها تستلزم الجهل. الله شكرا.
قوله او سالبتين نعم. إذا عرفنا جزئيتين زي ايه؟ بعض الانسان حيوان وبعض الحيوان، او سالبتين نحو لا شيء من الانسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق، فالنتيجه لا شيء من هذه كاذبه. لكن لو جبت بدل الكبرى ولا شيء من الفرس بحجر كانت النتيجة وهي لا شيء من الإنسان بحجر صادقة. اتفاق. ها؟ اتفاق. بس مش مضطردة. أيوه. ما هي صادقة. لازم الوضع الشكل اللي أنت. ده هي هنا لخصوص المادة. لخصوص المادة. فعدم اضطراد صدقها دليل على ايه؟ ها؟ على حكم القياس المركب مما ذكر، اللي هو ايه مما ذكر؟ يعني من ايه؟ من سالبتين او من ايه؟ او من جزئيتين، وعدم استلزامه لشيء. قوله وان كان. قوله وان كان اي فساد الدليل. وان كان لخلل في مادته. يعني الاول شرح وان كان لخلل في هيئته وصورته، كيف نعرف ان الخلل في الهيئه والصوره؟ اذا تركب من او من سالبتين. اذا ده خلل فين ده؟ خلل الايه؟ الهيئه والصوره يكونوا ايه؟ جزئيتين او سر. اما خلل الماده بان كانت المقدمتان كاذبتين او احداهما كاذبه، ولو كانت المقدمتان كاذبتين هذا خلل فين؟ ها؟ او واحده بس. فقولان، يعني لما يكون الخلل في الماده يبقى فيه ايه؟ قولين.
ما هما القولان؟ يعني قولين في الاستلزام، قولان أي باستلزامه لشيء معين وعدم استلزامه لذلك. بيقول هنا فقولان مشهوران أنه لا يستلزم الجهل، وده رأي المتكلمين. يعني القولين واحد للمتكلمين واحد لمين؟ للمناطقة، أن المناطقة قالوا يستلزم الإيه؟ إذا كان في كذب المقدمتين كاذبتين أو واحدة يستلزم عند المناطق الجهل، وعند المتكلمين لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم شيئا. خلاص كده؟ إيه معنى لا يستلزم شيء؟ وعدم استلزام قوله أنه لا يستلزم الجهل أي لا يستلزم النسبة الباطلة، بل يعني مش لازم يعني يكون إيه النسبة باطلة، بل تارة كده وتارة كده، أو معنى عدم الاستلزام يعني لا يضطرب، تارة ينتج الباطل وتارة لا. وذلك زي إيه؟ شوف المثال كده، كل إنسان ماء وكل ماء ناطق، يعني النتيجة هنا إيه؟ كل إنسان ناطق وهي صادقة، مع إنه إيه؟ مع إنه المقدمتين كاذبتين والنتيجة إيه؟ صادقة. فمش لازم لما يكونوا أبوان كافران يبقى الابن كافر، ده يمكن يكون مؤمن. شفت كده؟ أهو إيه؟ كل إنسان إيه؟ ماء وكل ماء ناطق، الاثنين كذب ومع ذلك النتيجة إيه؟ صادقة. نجي بعد كده ايه فالنتيجة هي كل انسان ناطق والمقدمتان كاذبتان. ولو بدل قلت بدل الكبرى وكل ماء فرس فالنتيجة كاذبة والمقدمتين كاذبة. ومثال ما اذا كانت احداهما صادقة، احنا قلنا الاثنين او واحدة، ده بايه المثال لما تكون واحدة؟ كل ايه كل إنسان حيوان وكل حيوان فرس، واحدة صادقة اللي هي الأولى الصغرى والثانية كذب، فالنتيجة كل إنسان فرس كاذبة. ولو قلت كل إنسان حيوان وكل حيوان ناطق فالنتيجة إيه؟ صادقة، مع إنه فيها إيه؟ مقدمة كاذبة واحدة صادقة. وهذا ولو أبدل قوله الجهل بقوله شيئا لوافق مذهب الايه المتكلمين في انه لا يستلزم شيئا، عدم الاستلزام لانه مره كده ومره كده، الاضطراب ايه الاضطراب النتيجه، واضطرابها دليل ثاني. عم الورقه اللي بتقول لها عجيبه كانت قدامي، افتكرت الان انا كنت ناسي خالص، لا انا فاكرها من الصبح وجاهزه عشان الضعف، بس صورت ال واضطرابها دليل على حكمه وعدم استلزامه لشيء، لأنه لو كان مستلزما لشيء لكان إيه مضطردا. ولك أن تقول في الكلام حذر، والأصل لا يستلزم الجهل ولا غيره، جمعنا كده القولين إيه متوافقين، قول المناطق وقول مين؟ قوله وقيل يستلزمه، يعني يستلزم يعني يستلزم ليه؟ ها؟ بس في بعض الأوقات مش على طول، إذ هو قد يستلزم الصدق في بعض إيه؟ آخر، إذ المنطق يستلزمه شيئا آخر، تارة يكون صادقا وتارة يكون كاذبا. قوله أما ما احتج بكلام جديد، وأما ما احتج المتكلم Yeah.
شريك من الجوار.